رقمي تي في. قاربت شركة جوجل على الكشف عن أندرويد 12، لكن قبيل الإعلان عنه رسميا دعونا نلقي نظرة على نسخة بيتا لنعرف كيف سيبدو. انتشرت تسريبات لصور النظام سكرين شوت يقال إن مصدرها مسودة، كانت شركة جوجل قد أدرجت فيها كل ما يخص التحديث الجديد لمراجعته قبل إعلانه رسميا. ومن خلال الصور نرى أن النسخة الحديثة من أندرويد شهدت تغييرا على مستوى الشكل والتصميم. هذا التصميم يذكرنا إلى حد ما بنظام تشغيل الآيفون، فشكل الأيقونات وبعض ميزات الخصوصية كالأيقونات التي تظهر في أعلى يمين الشاشة والتي تقوم بالإشعار عن التطبيقات التي تستعمل كاميرا أو ميكروفون الهاتف نجدها بالأساس في نظم تشغيل iOS الخاصة بأجهزة آيفون. هذه الخاصية ستفرضها جوجل على كل الشركات التي ترسل تحديث أندرويد 12 الأخير لمستعمليها مدمجا بتحديثها الخاص، فيما يعد خطوة لتعزيز خصوصية المستخدم، إذ سيكون بإمكانه إلغاء استعمال أي تطبيق لكاميرا وميكروفون هاتفه بضغطة واحدة. بالنسبة لفضاء الإعدادات السريعة، فيبدو أن الأيقونات فيه سيتغير شكلها بناء على النشاط، إذ يمكن أن نرى كما في هذه الصورة اختلاف لون أيقونة اختصار إعدادات الواي فاي عن باقي الأيقونات وتحول شكلها للدائري. كما تجدر الإشارة لخاصية أخرى وهي التقليل من عدد الأيقونات في شريط الإعدادات السريعة إلى 4 فقط، ما يعطي مساحة أكبر ويجعل الوصول إليها أسهل. بالنسبة للون الخلفية في هذا الشريط، فالمتوقع أن يختلف بناء على الوضع الليلي أو وضع الإضاءة الطبيعية، ولا يمكن أن نقرر بعد هل سيكون لون الإضاءة الطبيعي على هذه الشاكلة أي أقرب للرمادي منه للأبيض أم لا. التسريبات أظهرت تحديثا على مستوى الأدوات أو الجادجتس الممكن إضافتها لشاشة الهوم بيج، إذ يمكن إضافة اختصار يبرز أحدث الرسائل والمكالمات والحالات. سيتم إضافة خاصية النقر مرتين على ظهر الهاتف تحت مسمى كولومبوس. الخاصية ليست بالجديدة كليا، إذ تم إدراجها في نسخة المطورين في إصدار أندرويد 11، والآن تم تحديثها لتفادي تشغيلها بالخطأ كما في السابق. باستعمال النقر مرتين على ظهر الهاتف سيكون من الممكن أخذ سكرين شوت، تفعيل مساعد جوجل، فتح شريط الإعدادات السريعة، التحكم في إعدادات الميديا أو فتح التطبيقات النشطة على الهاتف. من المتوقع أيضا أن نرى تحديثا على مستوى إدارة شبكة واي فاي، بالإضافة إلى توفر طريقة أسهل وأحدث لمشاركة كلمات سر شبكات الواي فاي عن طريق أكواد QR. سيتم إضافة تحديث يعنى بوضع حدود لاستعمال الإنترنت من قبل التطبيقات التي يثبتها المستخدم، هذا يعزز من عمر البطارية ويحد من استعمال البيانات. كل هذه الخصائص لا تزال قيد التطوير. الإعلان الرسمي عن التحديث المتوقع نهاية منتصف الشهر الجاري. اكتب لنا ماذا تريد في النظام القادم.